صباح الخير يا اصدقاء. السلام عليكم. لا لا مش بس السلام عليكم، رمضان كريم يا اخواننا. اول يوم في رمضان في الكوارنتين، اغرب رمضان حيمر علينا في هالدنيا، لكن حنعديه وبابتسامه ومبسوطين. واحنا في السلام عليكم. احنا يا اخوان اللي ما شافش الحلقه الماضيه، احنا اجينا لشمال شرق بريطانيا، فاحنا اجينا هون عشان العدل الحجر الصحي. خلاص كل واحد قاعد في غرفته، كل واحد في مكانه. لازم نطبخ، فمين لازم يطبخ؟ حضره جناب بيجايبين هناك اشياء عشان نطبخها كلياتنا مع بعض. مش حنطلع من هون من غير كوارع ومحاشي وحواوشي. تفضلوا يا اخوان، تفضلوا معنا، تفضلوا يا اخوان، تفضلوا. هذا البيت تبعنا، هذا الفندق تبعنا يعني، وهذا المجلس، هذا غرفة الألعاب والإنترتينمنت روم، وعشان نمضي وقت عشان ما ننجنش في الحشرة اللي احنا فيها. تفضلوا، هون في شوية مونتاج، حاب يساعدنا في المونتاج أهلا وسهلا، بنمنتج وإحنا صايمين برضو. تفضلوا يا شباب، تفضلوا. هذا شاحن موبايلي عشان أنا ممكن يعني أحط السلك في أبو ظبي مثلا هيك وأشحن من أي مكان. تفضلوا يا شباب، تفضلوا. أسامة هون. أهلا. أسامة، لا لا نو تاتشينج. أسامة كيف حالك؟ أهلا. كيف حالك؟ أسامة هون موجود معنا كمان، عندنا أسامة كمان، ما عندكم أسامة؟ وعندنا مطبخ كمان، تفضلوا. هون راح نطبخ يا اخوان، تفضلوا. هذا المطبخ، بتشوفوا المطبخ بعدين على الاكل. الحين المطبخ مكركب جوا شوي. شكرا. اضرب. هاي هي الغرفه اللي راح ناكل فيها اصدقاء، هذا المكان اللي بناكل فيه. وورجينا الحلقه الماضيه للاسف بسبب الظروف الحجر الصحي مش راح نقدر نتجمع كلياتنا على طاوله واحده وناكل، فالحل الوحيد هو انه هيك وزعنا الطاولات، كل واحد يقعد على طاولته وراح ياكل، والاكل بيجي لكل واحد في صحنه. والاكل اللي راح نعملها اليوم اللي هي الستيك بتساعد على انه خلاص كل واحد ينزل له صحنه اصلا. فحناكل ستيك يا اخوان، تعالوا كل واحد بس يقول لي كيف بده ياكل الستيك تبعته. تعالوا. كده انت 2 متر بالضبط. روح اشيك على البصل. ايش اخبار البصل معلم؟ من 1 لـ10 قديش جوعان؟ دلوقتي 8:30. 8:30، حلو. 8:30. قديش نفسك تاكل لحمه؟ باكل خضار وفاكهه بقالي 9، مش اقل من 9:30 يعني. بطاطا وجبنه. شكرا اخ كريم، شكرا. اسامه، ها تعال يا حبيبي تعال. كيف تاكل ستيك تاعتك؟ تحط المسكشلك، تحط ضلكاش، تحط ايديك على الاشياء. مش قصدي عنك، بس خلينا نحاول نخفف استخدامنا لايدينا، وانا قاعد بلعب في لحيتي هذا كله غلط. صح. خلص. طيب كيف تاكل ستيك؟ في حاجز بيني وبينك. كيف تاكل ستيك؟ ميديوم. روح خلص ميديوم. اسامه، عمر الستيك في الفريزر صح؟ ايه. عمر تعال يا حبيبي شوي، الله خليك. كيف ستيك؟ بس ميديوم. فحنعمل 5 ستيكات، 3 ميديوم رير و2 ميديوم، والستيكات اللي في الفريزر حنسوي في الستيك ساندويتش. هو مين السالد مان اليوم؟ السالد مان يا اخوان لازم نحكي لكم انه احنا عندنا كل يوم في شخص راح يكون بسوي سلطه، وعندنا كل يوم في واحد بسوي الالعاب مثلا. اكيد مش انا اللي حسوي سلطه، انا بسوي كل الاكل الثاني الا السلطه. فمين اليوم حيسوي السلطه؟ كريم. طيب بدل ما تلعبوا لحالكم بنلعب كلياتنا، بدل وبنسوي الستيك اخر شيء قبل الفطور. عمر تعال بدل، البس جلوفز. تخيل الزمن اللي صرنا فيه قاعدين بنلعب بالاشياء هاي يا اصدقاء. لعبه بدل لعبه بسيطه جدا، اخترعوها شباب اصحابنا، لعبناها معاهم عجبتنا فصرنا ناخذها معنا. بتعرفوا الاونو صح؟ شباب اضرب، هاي جديده، كله بيعمل هيك، اخر واحد بضرب بيسحب مني كرتين. تقولوا لي اصحى بدري شويه، كل حدا ببدل الحين. هي هيك. الحين ببلش التبديل. بس. لا. طيب الحين نبلش نعمل الفيلي ستيك ساندويتش. هي سندويشة ستيك بتنعمل من الستيك، وخصوصا من الريب اي ستيك، مشهورة بمدينة فيلادلفيا. فهي بتعتمد على بصل وقطعة ستيك هيك كويسة وفلفل رومي وجبنة. هي تشيز ستيك ساندويتش. والله يا عمر انك واحد جدع، تقطيع البصل كتير كويس والله جد. تعليم جوردن رامزي. والله تعليم جوردن رامزي، انا تعلمت من جوردن رامزي كتير اشياء. الاستيكات هاي تاعت السندويشه حطيناها في الفريزر عشان نقدر نقطعها لشرايح رفيعه. شرايح. هاي الشرايح هي اللي راح تسوي لنا الفيلي ستيك ساندويتش، فبس انت خليها هيك، لما تتفرزن الواحد بيقدر يقطعها زي هيك وبضلها متماسكه. ممكن مش اهم شيء في الدنيا، لكن ممكن نضيف عليها فليفله اللي هو الفلفل الحلو.
الستيك دائما بنطبخ من التلاجة عكس الدجاج. الدجاج احسن نطلعه مثلا ساعة وبعدين نطبخه، ما نطبخه وهو بارد، لا الستيك يكون طالع من التلاجة على النار على طول. لا لا مش فلفل اسود، فلفل اسود بعدين بعد الطبخ خلاص. احنا اهم شيء الحين تمليح، اذا بتقدر هاي تحطها في التلاجة بكون كويس، دخليها على التلاجة. طيب يا اصدقاء، الخبز اللي راح نستخدمه هو الفرنش توست، هذا الخبز اللي لقيناه بس نحمصه مع زبدة. الكالوري زي ما نحسبهاش احنا خلاص. حلوة نكهة البصل مع اللحمة مع في السندويشة هاي، الستيك هيك مع البصل والبصل يكون هيك دايب وزاكي. عمرك سمع بالبصلية يا عمر؟ يا اخواننا حدا بيعرف البصلية؟ يا اخوان ما حدا بيعرف البصلية، انا مستعد انه نجرب موضوع البصلية. وبما انه احنا في كوارنتين وكل واحد بنام لحاله وكل واحد بسوي كل اموره الشخصية لحاله، فخلص يا اخي انت بتقدرش تاكل بصلية في يومك لانك تتعامل مع كثير من الناس. حين بطلنا نتعامل مع الناس فناكل بصلية. يا كريم السلطة، يلا يلا خليك انت كريم السلطة. الدريسنج هو بول ناتس، عين جمل في ميبل سيرب وملح، وباين ناتس في عسل وبرده ملح. حبيبي خلصت السلطه خلص، ضل الدريسنج بس نحطه على الفطور صح؟ خلص ممتاز. يلا خلص انا حبلش باللحمه، مش ضال كتير وقت. الاصدقاء شايفين لون البصل كيف بدا يصير هيك، بدا يتكرمل البصل معانا، هذا اللون ممتاز. طيب نبلش بالفيلستيك. عمر اعطيني اللحمه لو سمحت المقطعه، نار عاليه، زيت زيتون، نعملها كانها ستيك، مش كتير فرقت عن ستيك، هي بالنهايه قطع ريباي. تعرفوا شغلة أقول لكم، ما راح نسوي نعملها كستيك، خليها على نار متوسطة. لو بعملها كستيك ممكن نخسر شوي من الجوز تبعها، فممكن لا نخليها على نار واطية ونطبخها على مهل. لازم كلها تستوي مع بعض عشان ما بدنا نضل نقلبها كتير. هون حنعملها زي كأنها ستيك. في موضوع التقليب نحط البصل والفليفلة على اللحمة، النار عالية الحين نقلب. لاحظين شغلة، لسه ما ضفناش ملح. طيب الحين في عندك يا أسامة، وين الملح؟ يا ربي ليش دائما ما في ملح جنبي؟ ملح. هاي ملح، هاي ملح، هاي بتاخذوا مني الملح يا اخواننا والله. فلفل اسود، اضرب اضرب سماش، بس سماش بس بكلاسي يعني، سماش بس مش بحب، بغضب يعني، قوه هيك، مش انك سماش انك تخليها كريمه. بحب ولا بغضب؟ بغضب بغضب. ايوه بس خلص اضرب الحين في مكان ثاني بس. أيوة. الجبنة أصدقاء، الجبنة الجبنة الجبنة، كثير في أنواع جبنة في الحياة ممكن نستخدمها في هاي اللحظات. أعطيني تشيدر زيادة. طيب الحين هاي بنحطها هون، سكر عليها شوي. يلا نبدأ في الستيك. خلاص عمر هاي خلصت. إذا عندنا شوية كزبرة، هاي كزبرة مع البطاطا دائما خيار ممتاز، أخلطها في بعض وخليها في مكانها، حط عليها شوية زبدة كمان. خلاص هاي البطاطا خلصت، الحين بدنا نسوي الستيكات. جندي مجهول ازيك يا برنس؟ مين قال بده اياها ميديم؟ الله هاي يعني كويس مكوى الواحد احلى. هاي باسل بس خلص، هدول الثلاثة ميديم. لا الباقي حينزلوا بعد دقيقة. اوه يلا نعمل سندوتشات. يلا هذا أسامة. هذا أسامة. شوف أنا ملخبط بيني وبينك، قد ما أنا أعتبرك أنت، قد ما أنت أنا وقد ما إحنا واحد. شكرا يا فندم، خلص خذ البعير، خلص خذ البعير. شكرا انا خلصت اللي عندي، السلام عليكم، روح ناكل الحين. طب بتدل كده بلع.
يلا يا شباب كله على كرسي الله يخليكم. هي مش انسان سلطاتي. انا مش انسان سلطاتي لكني باكل سلطه. خلاص بيرفكت باكلها من ايدين كريم حكلها. بدي اكفي الايام اللي جاي عشان اصوم. اوه لوك داون. لا من السنه اللي فاتت. بس اسمع الدور صار في ايدي الحين من بكره وبلش نقطع تمر. خبيهم خبيهم الايام الجايه. هذا جد ماخذ الكورنتين عن جد هذا يا اخوان. تفضل حبيبي. شكرا. عفوا اهلا وسهلا كريم. يلا تفضل. خلاص اكلت تمر انا الحين بقدر اكل لحم. حلو شو استوى عرامي. طولنا على السكر. شايف تقبل الله يا اصدقاء. هذا عمل شيء مفيد اليوم يا اصدقاء. صراحه انا نوم بس لسه نايم. صباح الخير كل لسه نايم. ليه كذا؟ ها ما بعرف. طيب هاي الفيل حدا ذاك السدويشه ولا لسه؟ لسه. صراحه السدويشه قوي. اللي مفرم بصل السندويشه صراحه كويسه. ستيك 10 من 10. طبعا 10 انا اللي عامله اكيد. 10 من 10 هذا. 20 من 10 عشان اسوي هذا. ايش 20 من 10. 20 من 10 صح ثاني اخي. طيب العالم سلم ايديكم يا شباب. يعطيكم العافيه. سلم ايديك يا كريم. شكرا يا اصدقاء. هاي كانت محاولتنا مع الفيلي ستيك. يعطيكم العافيه يا اصدقاء. نشوفكم ان شاء الله غدا. مش حلو رمضان بدون عائله وبدون لمه وبدون ناس. قاعدين نقنع في حق. معلش اليوم جوي كئيب. انا اسف انا بعتذر. من بكره حنكون ايجابيين حلوين طيبين بنحبكم. فله شبعه منوره. سلام عليكم يا اصدقاء. حنفيات المي في بريطانيا القديمه بيكون فيها الـ البارد لحال والسخن لحال. فانت كيف بتسوي عشان لما بدك مثلا تغسل بارد سخن مع بعض تفتح واحده تفتح الثانيه بتصير تسوي هيك هيك. بس هذا السيستم الانجليزي القديم في الحمامات الفيكتوريا اتوقع بسموه.